ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله سأقوم بشرح طريقة إرسال فيديو طويل عبر الواتساب. فكما نعلم فإن هذا الأخير عندما أقوم بإرسال فيديو طويل فإنه يقوم بتقطيعه إلى أجزاء، لكن أنا أريد أن أحافظ على الفيديو كاملا دون هذه التقطيعات. لهذا أقوم أولا بالذهاب إلى الصور، ثم أختار فيديو المراد إرساله وأضغط عليه وأذهب مباشرة إلى أنجستخدم في ميفيشي، ثم أختار أيكلود درايف وأضغط على ملف التليشارجمون وأنتظر حتى يتم تنزيل فيديو المراد اختيارها وإرساله. هناك أذهب إلى التنزيلات فأبحث عن فيديو وأتأكد أنه موجود في الملف. بعد ذلك أذهب مباشرة إلى الواتساب ثم أقوم بالضغط على عملية تأييد واختيار الدوكيمون والبحث عن الفيديو الذي قمت بتنزيله، ثم أقوم بفتحه والضغط على أنفوي. في انتظار إتمام هذا الفيديو، يعني الشخص الذي يستلم هذا الفيديو يقوم بالضغط عليه ويختار اختيار حفظ هذا الفيديو داخل هاتفه. إلى ذلك الحين، شكرا لكم وإلى فيديو.